بالنسبة للنتائج اللي حصل عليها الحزب في الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية يعني. انتخابات مقارنة مع المجهود اللي عمل التجمع لا بأس بها، لأنه خرجنا متأخرين للاستعداد للاستحقاقات، كانت عندنا إكراهات أخرى اللي كانت التدبير ديالها خدا لنا وقت كبير جدا، بالتالي مع المجهود مقارنة مع المجهود مع الإمكانيات مع التحولات اللي وقعت فكنعتبروها نتائج لا بأس بها. التجمع ما فقدش موقعه، كان ممكن نعملو أحسن، كان من الممكن نعملو أحسن لو اشتغلنا مسبقا وعملنا الاستعدادات اللازمة. ما الانتقادات اللي توجهت لشخصكم على ما يسمى بين قوسين بأنكم طالبتوا بأن تبقى لكم الرئاسة ديال تطوان مقابل دعمكم في الانتخابات التشريعية المقبلة؟ هذا كلامك يهمك يخصك؟ لا يهمني ولا يخصك. كلام صحافة وتقارير صحفية تحدثت عن الأمر باستفاضة وكان يعني شيوع الأمر، يعني تعليقكم بكل ديمقراطية؟ تعليق ديالي بكل ديمقراطية، هذا خبركم ديال الصحافة، أنا لا علاقة لي به ولا أعلق عليه. علي شكرا.